مشاهدينا الكرام على مدار الساعه تقريبا موعدنا وبرنامجكم الاسبوعي برنامج اوراق اقتصاديه الذي نلقي فيه الضوء على اهم الاخبار والمحاور والموضوعات والنتائج والاحداث الاقتصاديه على المستوى المحلي والمستوى العربي والاقليمي وربما ايضا على المستوى العالمي. نلقي الضوء على اهم ما دار على مائده المال والاعمال على مدار اسبوع منصرف. كما تعودنا في كل حلقه نبدا حلقات برنامج اوراق اقتصاديه ببعض الاخبار وتفصيل هذه الاخبار، ثم نذهب الى ملف الحلقه الرئيسي، وملف اليوم سيكون حول فرض قانون الطوارئ لمده 3 أشهر ومدى تأثير هذا القانون على وتلك الإجراءات بشكل عام على الاستثمار وعلى خطة التنمية والإصلاحات الاقتصادية الجارية. نبدأ مع موضوع الأخبار، ومعنا الخبر الأول حول الصناعة المصرية تشهد تحسنا في فبراير الماضي، والرقم القياسي للصناعات التحويلية ارتفع بنسبة 1.5%. أما الخبر الثاني معنا اليوم حول المملكة العربية السعودية والتي تجمع 9 مليارات دولار في أول طرح عالمي للصكوك في الفترة الحالية. ثم ملف حلقة اليوم كما أوضحت لحضراتكم والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاب بين تأمين النشاط الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المصرية والعالمية سيرا في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق خطة التنمية المستدامة. بداية مع مؤشرات الأداء الاقتصادي نستعرضها كما هو الحال وكما تعودنا، حيث شهد القطاع الصناعي تحسنا في الأداء الاقتصادي خلال فبراير الماضي. فقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية دون الزيت الخام والمنتجات البترولية في فبراير الماضي بنسبة 1.5% عن مستواه في يناير السابق عليه. سجل رقم قياسي للصناعات التحويلية مستوى 125.5% من النقطة مع ارتفاع بنسبة 15.3% في رقم قياسي للصناعات البدائية وارتفاع بنسبة 24.3% للصناعات المستحضرات الصيدلانية والدوائية. هذه هي النتائج وهذه الارتفاعات بكل تأكيد تدفع الاقتصاد في الاتجاه المستهدف وأيضا تحث على المزيد من العمل والتنمية. أيضا هناك من ضمن الحصاد الموسمي والنتائج نتائج الأداء الموسمي في الأهداف الكلية المتوقعة خلال العامين القادمين. جاء معنا خبر كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية السيد أحمد كوزك عن أن وزارة تستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى نسبة 4.8% ثم 5.5% في عامي 2000 أو في السنة المالية 2018-2019، ذلك مع تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. هذا الرقم وهذه النسبة ارتفع إلى 1.5% في 2018-2019. تستهدف أيضا وزارة المالية خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم تتنازل ومتراجعة إلى 11% في العام التالي، وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا لتصل إلى 98% متوقعة في العام الحالي إلى 89.5% وهذا من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019. معنا أيضا خبر حول قطاع البترول والاستعدادات التي بدأت تجري في قطاع البترول للانفتاح على القارة الأفريقية. فالخبر يقول قطاع البترول يستعد للدخول في السوق الأفريقية، حيث أعلنت شركة مصر للصيانة الصام مصر أعلنت عزمها بدء نشاطات صيانة التجهيزات النفطية بدول في أفريقيا مثل موزمبيق وكينيا، وهذا التوسع في إطار خطة التوسع تجاه السوق الأفريقية. هذا أيضا بالإضافة لتقديم أعمال ما قبل التشغيل والصيانة لوحدات حقن البوليمير لأبار الزيت لرفع معدلات الإنتاج، وهذا لصالح إحدى الشركات الفرنسية في مناطق عملها في كل من مصر والجزائر وعمان. ترتبط أيضا صن مصر بعقود صيانة وتشغيل مع الشركات العالمية العاملة بالسوق العراقي مثل بي بي بتروليوم البريطانية،
وشجر العراقية وأكسون موبيل وسامسونج كوريا وشركة طاقة العالمية. هذا بالإضافة إلى قيام بتنفيذها أعمال تجهيزات والتشغيل لمصنع الأسمنت الخاص بشركة لافارج الفرنسية بمنطقة كاربلا بجنوب العراق، والذي يعد أول مشروع خارج قطاع البترولي بالعراق. وبكل تأكيد مثل هذه التوسعات وهذا الانطلاق إلى السوق الأفريقية يفتح العديد من الآفاق، خاصة وأن مصر واحدة من الدول الواعدة في قطاع البترول ومنتجات البتروكيماويات والبترول بشكل عام. معنا خبر آخر وهو المملكة العربية السعودية والطرح الثاني لمسألة السكوك. والخبر يقول أعلنت السعودية النجاح في جمع 9 مليارات دولار في أول إصدار دولي للصكوك في خطوة تهدف المملكة منها إلى تخفيف الضغط على الاحتياط الأجنبي لديها. انقسم حجم الإصدار إلى شريحتين من الصكوك، الأولى بتبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي للصكوك، وهذه الشريحة تستحق في 2022. الشريحة الثانية تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي للصكوك، أيضا تستحق في 2027. بكل تأكيد بتأتي بيع أو قرار المملكة العربية السعودية في مسألة بيع الصكوك بعد أن توجهت المملكة في أكتوبر الماضي إلى سوق الدين العالمي التقليدي لأول مرة وجمعت 17.5 مليار دولار في إصدار للسندات، وتوقعت الرياض عجز في الميزانية هذا العام قد يصل هذا العجز إلى حوالي 53 مليار دولار. بكل تأكيد هذه الصكوك تؤكد وتعتبر وتعد بمثابة شهادات دولية على اقتصاد، على ثبات الاقتصاد، ومن ثم مصر قد خاضت هذه التجربة ما يؤكد ثبات الاقتصاد المصري وقوته في اتجاه التنمية المستدامة. معنا خبر آخر نختتم به الجولة الإخبارية وهو حول التطورات الاقتصادية هذا الأسبوع في السوق العالمية للنفط ومسألة الصراعات على أسعار برميل النفط خاصة مع الخام الأمريكي، حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية اقتراب وصولها إلى نقطة التوازن بين سوق الإمداد وسوق الطلب لمحاولة الارتفاع أو العودة بأسعار برميل البترول إلى الارتفاع. أشارت أيضا الوكالة الدولية لأن خفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لإنتاجها قابل هذه الخفض الزيادة إمدادات النفط الأمريكي وتراجع نمو الطلب العالمي، غير أن الوكالة توقعت أن تدفع عمليات التنقيب الأمريكي المحمومة إمدادات النفط في الدول غير الأعضاء إلى مستويات مرتفعة بشكل مفاجئ طوال العام. ومن ثم هناك تتبع حثيث وشديد لمسألة سوق النفط، حيث أن التراجع الذي بدأ منذ أكثر من عامين لأسعار برميل النفط بدأ يواجه بالعلاج من قبل دول متعددة وكثيرة لمحاولة الحد من المعروض، إلا أن الصراعات الدولية في هذا السوق لا تزال مستمرة. مشاهدينا الكرام، جاء موعد ملف حلقة اليوم بعد أن طل علينا وطل علينا الإرهاب بوجهه القبيح بين الحين والآخر. كان لابد من أن تتخذ عدة إجراءات، هذه الإجراءات تكون حاسمة وحازمة من أجل مواجهة هذه الأعمال الإرهابية وأيضا المؤامرات التي تحيط بالاقتصاد المصري ومحاولة الحيلولة دون وصول الاقتصاد إلى تحقيق مستهدفاته. ومن ثم اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد واقعة كنيستي طنطا بالإسكندرية، كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية وماري جرجس بطنطا، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا حاسما حازما بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر. ومن ثم بدأ البعض يشكك في هذه الإجراءات ويحاول أن يظهر أن مثل هذه القوانين قد تعطل الاستثمار والمسيرة الاقتصادية، إلا أنه العكس الصحيح تماما. ولكننا ندرك جميعا أن المؤامرات مستمرة ومتواصلة، إلا أن ترابط وتمسك الشعب المصري ووعيه الجمعي يؤكد قدرة المصريين على مواجهة كل هذه التدابير. قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا في الاستوديو، دعونا نتعرف على من خلال التقرير التالي حول جوانب هذا الموضوع، فابقوا معنا. الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاب ومنها إعلان حالة الطوارئ في البلاد تؤكد على حرص الحكومة على حماية وتأمين النشاط الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المصرية والعالمية. وجاء إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد الأعمال الإرهابية التي شهدتها كنيستا طنطا والإسكندرية الأسبوع الماضي.
الخبراء أكدوا على أن إعلان حالة الطوارئ لن يؤثر على الاستثمار في مصر، خاصة وأنها تعتبر مؤقتة واستثنائية، مشيرين إلى أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار من خلال تهيئة المناخ بإقرار المزيد من القوانين التي توفر أجواء جيدة للمشروعات الاقتصادية. محللون أيضا أوضحوا أن البلاد شهدت حالة الطوارئ خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2009، ومع ذلك حققت معدلات نمو كبيرة، ما يدل على أن الأمر لا يتعلق بفرض حالة الطوارئ من عدمها. فرض حالة الطوارئ يسهم في دعم العملية الأمنية، ما يوفر الأمن لأي استثمارات بالبلاد، خاصة وأن العديد من الدول الصناعية الكبرى مثل فرنسا كانت قد أعلنت حالة الطوارئ بعد أن تعرضت لعمليات إرهابية مماثلة. من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن فرض حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على جذب الاستثمارات، وأكدت الوزيرة على أن الدولة عازمة على إجراء عدد من التعديلات على قوانين التأجير التمويلي وسوق المال وعدد من القوانين، فضلا عن إصدار قانون الاستثمار، وبالتالي أن الفيصل في جذب الاستثمارات هو مدى قدرة الحكومة على الانتهاء من هذه القوانين والمحافظة على الاستثمارات الموجودة بالبلاد. مشاهدينا تابعنا التقرير وتعرفنا على جوانب متعددة وقانون الطوارئ الذي أقره وفرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 3 أشهر، وأنا أستتبع هذا القانون من تصريحات وجوانب متعددة من كثير من الخبراء، ولكن نحن في حاجة إلى التعرف على المزيد والمزيد من مدى وتأثير هذا القانون على حماية الاقتصاد وحماية الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. لذا يشرفنا أن يكون معي في الاستوديو الدكتور خالد نجاتي، نائب رئيس اتحاد دولي للمشروعات الصغيره والمتوسطه. اهلا بحضرتك يا دكتور. والمهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفه الصناعات الهندسيه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. ابدا مع الدكتور خالد. يعني الدكتور خالد، اول ما صدر قانون الطوارئ رغم ان هو كما اوضح التقرير معمول به في فرنسا، معمول بمثل هذه القوانين في دوله زي الصين، وهي تتخذ اجراءات حمائيه شديده جدا لحمايه الاقتصاد، حجم الاستثمارات بين العديد من الدول الاوروبيه رغم الاعمال الاغذائيه المتوقف، الا انها مجرد ان اتخذ قانون الطوارئ في مصر بدات عمليه التشكيك. اعرف من حضرتك انعكاسات تاثير هذا القانون على الاستثمار. اولا قانون الطوارئ ما هو الا اجراءات استثنائيه يعمل بها او تفعل لفتره استثنائيه، قد تكون على مسطح الدوله بالكامل او قد تكون في منطقه معينه حسب ما تراءى للدوله والجهات التنفيذيه المختصه. من وجهه نظري المتواضعه قانون الطوارئ لمده 3 شهور لن يكون له تاثير سلبي على الاطلاق على الاستثمارات. ليه؟ اولا كان مطبق ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وكان هناك استثمارات، وكان هناك صناعه، وكان هناك سياحه، وكانت شرم الشيخ والغردقه محجوزين 6 شهور قدام. نعم. تمام؟ فالموضوع ما هواش فرض قانون طوارئ يعني ما فيش استثمار. اي مستثمر بيبص لعده محاور قبل الاستثمار في اي دوله. هناك في مصر معوقات استثمارية وقوانين طاردة الاستثمار تعمل الحكومة عليه حاليا على انهاء هذه المشكلة. في صورة خروج قانون الاستثمار بدل تلقيح القانون القديم، في صورة على سبيل المثال قانون تبسيط الإجراءات الخاص بهيئة التنمية الصناعية المصانع والتراخيص والأراضي، في صورة توحيد جهة الولاية على الأراضي بالنسبة للمصانع تكون كلها تحت رعاية أو مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ليه؟ لتبسيط الاجراءات للمستثمر انه عايز يعمل مصنع يلاقي اجراءات كلها من شباك واحد من جهه واحده، مش يلف على 697 خطوه ولا يزيد عن 14 جهه عشان ياخد الترخيص ويشتغل. هو لو سمع كلام بره مش هيجي اساسا لا يسمعوا. بالاضافه الى نقطه هامه، وهي لابد من وجهه نظري انهاء الخلافات الحاليه مع المستثمرين قبل اقناع مستثمر جديد ان هو يجي يستثمر في مصر. قانون الطوارئ ما هو الا اجراءات، المستثمر بيبص لحاجه واحده بس، القوانين اللي بتمكنه من التعامل في داخل الدوله، بدل ما يبص على كيفيه التخرج الاكزيت سيناريو بتاعه بيتخرج ازاي، لو حد يتخرج في اي لحظه ما يبقاش في معوقات تخليه ما يقدرش يسحب راس ماله بره البلد. جمله ثلاثه، هناك فرق بين الامن والامان. الامن هو الناحيه الامنيه للدوله، ومصر الحمد لله اللي تم فيها مجهود امنيه خلال الـ3 سنوات اللي فاتت،
اعتقد كلنا لمسنا ان احنا عايشين فيه مقارنة بثلاث اربع سنين. صحيح. فلا يوجد دواعي امنيه في مصر تعوق الاستثمار، ولكن هناك حاله عدم امان. امان يعني ايه؟ امان اقتصادي للمستثمر من الناحيه الاقتصاديه. هناك فرق بين الامن والامان. الامان الناحيه امنيه دي مستتبه في مصر بنسبه كبيره جدا. تمام. الامان الاقتصادي اللي هو الحكومه بتعمل عليه حاليا، اصدار قانون الاستثمار، قانون تبسيط الاجراءات، يعني دكتور ده سماها كلها اجراءات او قوانين حمائيه للاستثمار الاقتصادي. صحيح. اكيد اكيد. تمام. اكيد طبعا. طيب باشمهندس عبد المنعم برضه من وجهه نظر حضرتك شايف ايه بالاجراءات الحمائيه دي وتاثير كل هذه الاجراءات والتعديلات والقوانين على دفع عمليه الاستثمار وتحريكها؟ اسمح لي بس في الاول ان انا بعزي الشهداء بتوع الوطن عموما، سواء من الاخوه المسيحيين او من ابناء الشرطه او من اي حد استشهد، فانا بقدم لهم واجب العزاء لان الانسان تاثر تاثر كبير جدا باللي حصل. بكل تاكيد. ثم اهني المسيحيين على العيد القيامه، يعني عيد القيامه النهارده ده بادئ البدء. خلينا نتكلم شيء من الموضوعيه برضو تكميلا للي قاله الدكتور. بالنسبه لموضوع الطوارئ وتاثيره هيكون شكله ايه؟ احنا اي قانون لازم يبقى له سلبيات وايجابيات. تعال نحلل السلبيات ونشوف هل هي سلبيات فعلا ولا دي ممكن تبقى ايجابيات، والايجابيات طبعا متفق عليه. تمام. نمسك بند الاستثمار. بالنسبه للامن والامان، بالنسبه للامن يعني بالذات مفيش اي مشكله في هذا، لانه قانون الطوارئ ده طبق زي ما الدكتور قال بالظبط قبل كده كثيرا. واكبر دليل على كده حسابيا يعني انه من يوم 10 اللي هو طبق فيه او اعلن فيه، وقال يوم 9 ويوم 10 بدا التطبيق، دلوقتي يوم 14 دخل 3 مليار جنيه في البورصه. ده مؤشر يعني، طبعا ده مؤشر. نعم. لانه فعلا الامن موجود وهو لا يؤثر على الاستثمار. دي نمره واحد. نيجي للسياحه. في الفرص يعني في اول نظره كده يقول لك لا ده هتاثر على السياحه، هتدمر السياحه. ابدا ابدا، لان هذه قوانين الطوارئ دي طبقت في فرنسا وطبقت في كل حته. وبعدين واضح ان احنا عندنا امن مفيش غير العمليات الارهابيه اللي هي مخططه من دول خارجيه فقط، انما ما عدا ذلك. والدليل على ذلك ان المؤشرات فعلا بيلغي اي مسمعش اللي بقت حصلت برضه، ما حصلت العمليتين الرهابيتين اللي خارجيه. بالعكس متوقع اتفاقيات يا باشمهندس. بالظبط. بتزيد. الحمد لله. مفيش اي تحذير حصل بعد قانون الطوارئ لما اعلن. يعني لو كان له اثر سلبي زي ما بيقول البعض، كان تاني يوم تلاقي على طول انه الغاء حجوزات وتحذير. ما احنا فاهمين يا باشمهندس مساله التشكيك القائمه والمستمره، وده جزء جانب برضه من جوانب المؤامره ان هي يفضل غيظ المواطن دايما في حاله من الشك. انا عايز اقول ان قانون طارئ بريء من هذا، يعني هقول ده لتاكيد بتاع السلبيه اللي بعد كده. الصناعه على فكره لن بالعكس، ده الصناعه هنكون اكثر امانا بتطبيق الطوارئ يعني. بعد كده السلبيه الرابعه يعني كده برضه نتكلم بسرعه، يعني اللي هي حريه المواطن وحريه الامن. احنا ما لمسناش من النظام السياسي، وده مش متملق فيهم ابدا. بنشوف النظام السياسي مستقر مش لناش اي اعتقالات. اللي يخاف من الطوارئ بقى هو الانسان الفاسد اللي هو يرزق السلاح ارهابي. صحيح. انما الانسان السوي عمره ما يخاف منه، بالعكس ده بيحميني من الشخص الثاني. يا فندم بعد ثوره يناير احد الاجراءات اللي كان من هدفها هدم مؤسسه الشرطه بالكامل كانوا بيبينوا حاجه سلبيه، فانت بتخاف من الشرطه ليه؟ عندك مشكله؟ بالظبط. نفس القصه، هي نفس الشكل. دي السلبيات اللي انا قلتها دي باختصار يعني كلها ايجابيات. تعالى بقى الايجابيات. بقى الايجابيات هايله. الايجابيات ايه؟ العداله المهجزه. احنا عندنا لو في ارهابي او كذا، انت عندك هو الطارئ عباره عن ايه؟ عباره الاجراءات اللي بتتم لو ضبط واحضار نيابه محاكمه اصدار الحكم، الحاجات دي كلها بتتم بسرعه جدا غير الاول اللي ضبط واحضار يستنى لما يجيبه، وبعدين الاول سوري يجيب موافقه من النيابه عشان تجيب الشخص. مفيش كلام من ده بقى دلوقتي، انا عندي شخص ارهابي او فاسد انا هجيبه فورا. وححاكمه يعني النيابه تشتغل والمحاكمه تتم ويصدر الحكم. ده بالتالي انا عاكس عشان الحمايه انا موجزه الاداء ايجابي جدا للانسان الكويس. طب هو بقى سلبي الانسان الوحش الارهابي او تاجر السلاح او كذا. بعد كده الامان بقى في بالنسبه للمصانع. احنا اصحاب المصانع نفتكر في 2011 وما خالفها في اصحاب مصانع اتأسروا جوه مصانعهم، وفي ناس عرضوا للقتل، عرضوا الكلام ده. الكلام ده مش موجود الحمد لله خالص دلوقتي. الحمد لله. بل بالعكس احنا بنزداد امانا. ففي جوانب السلبيه معظمها ايجابي اهو، والايجابيه
الاستراتيجيه كلها واضحه قدامنا. دكتور خالد، حضرتك اتكلمت عن الامن والامان، شايف حضرتك لاي مدى ممكن تكون استمرار العمليات الارهابيه اللي بنتمنى ان شاء الله ان تقطع دائرها او تقتلع من جذورها، الى اي مدى قد يؤثر هذا او تؤثر هذه الاعمال على المدى سواء ربما القصير او المتوسط الحين ان يخلص الله مصر من هؤلاء الارهابيين تؤثر على الاقتصاد؟ هذه العمليات الارهابيه اللي بتتم في كنائس على الاخوه الاقباط في مصر لا اعتقد ان يكون لها اي تاثير سلبي على الاستثمار، انها لا تهدد اي استثمار او كيان استثمار. لو هددت يا فندم، لو قدر الله، يعني كان كنا قبل طبعا في اوائل 2013 في مصر بعد ثوره 30 يونيو تحديدا، يعني بدات عمليات تفجير الغاز في سيناء وهكذا، يعني مثل هذه الاعمال المشابه اذا لا قدر الله اقتربت، هل ترى ان قد تكون لها تاثير على الاقتصاد؟ بالتاكيد لو حصل تفكير لخطوط الغاز او ما يعوق عمليات التصنيع اكيد هيكون له تاثير سلبي مؤقت يزول بزوال السبب. لذلك قانون تطبيق قانون الطوارئ، ما هو قانون الطوارئ؟ هو بعض الاجراءات الامنيه المشدده. اوكي، انا اتحدى الناس اللي بيقولوا قانون الطوارئ هياثر على الاستثمار، لو قلت له ايه هي بنود الطوارئ؟ ايه هي بنود قانون الطوارئ اللي تم تفعيله؟ ولا هيعرفه. طب ما هو الا اجراءات استثنائيه؟ لو سيادتك خدت هذه الاجراءات وديتها للجيش والشرطه بدون ما تعلم ان في حاجه دي اسمها طوارئ ولا حد يحس بحاجه. بالظبط. لان هي بعض الاجراءات الاستثنائيه، ولكن هو تنفيذا للدستور، وده بالعكس دي عداله وامل للدستور الرسمي ومعلن وشفافيه. كلمه الطوارئ، قانون الطوارئ كلمه تقيله في مصر. فلما تقول قانون الطوارئ الناس بتتخض، لكن اجراءاتها بص حضرتك، تفعيل قانون الطوارئ ونجاح تفعيله او من عدم نجاح تفعيله في يد وزاره الداخليه والقوات المسلحه اللي هم المعنيين بتطبيق هذا القانون. الجهات الامنيه بشكل عام. الجهات الامنيه بشكل عام هم المعنيين بتطبيق هذا القانون، فبالتالي ان تم استخدام هذه السلطه اللي خدوها بتفعيل قانون الطوارئ بالطريقه السليمه وعلى من يستحق تطبيقه، لن يشعر المواطن العادي زي ما الباشمهندس باي تاثير. فلذلك هي ما هي الا اجراءات استثنائيه. الناس لما قانون الطوارئ ده يعني انا بوليس داخل بيتي النهارده بدون سبب، لا ما بيحصلش الكلام ده. هي يعني موروث بس ربما عن عدم معرفه، يعني دي اجراءات استثنائيه بس على من يستحق التطبيق عليه، وهي فيها عداله ناجزه فيها بالفعل زي ما الباشمهندس قال. فده ما لا اعتقد هياثر على الاستثمار الا في حاله تأثير مباشر على عملية التصنيع نفسها، وهذا لن يحدث ان شاء الله. طيب باشمهندس، احنا شايفين تجارب زي دولة زي الصين فيها اجراءات وقوانين مشددة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي مثلا في الصين على سبيل المثال يعني لا يمكن فتحها الا باذن رسمي من جهات رسمية او من الحكومة، يعني اجراءات كثيرة بتتخذها دولة زي الصين، ومع ذلك ان اقتصاد او استثمار الامريكي في الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم يعتبر اعلى المعدلات. شايف حضرتك ايه التجارب اللي لابد انها تطبق او المزيد ايضا من الاجراءات الحمائيه لمضاعفه احجام الاستثمار والاقتصاد؟ هو الحقيقه الحكومه حاليا بتقوم ببعض الاجراءات الناجحه الحقيقه، يعني برضه الانسان لازم يشهد. احنا في مجال الصناعه مثلا الهيئه التنميه الصناعيه عملت استصدار الرخصه اللي كنا بندوخ لما يجي مصنع يتعمل جديد في 13 جهه ليس لها اي صله ببعض. الاداره المحليه، الدفاع والحريق، ال 13 جهه، وكل جهه يعني هذا الموضوع كان بياخد سنين، كان بياخد، انا كان عندي الرقم بس انا مش فاكره دلوقتي، يعني مثلا سنتين حاجه كده 677 اجراء الدفاع بيقول 677 رقم، يعني 637 اجراء. النهارده في هيئه التنميه الصناعيه خلته مكان واحد، شباك واحد يعني هو مكان واحد بياخد مثلا يومين او ثلاثه اسبوع مثلا. تمام. طبعا ده شيء جميل ومذهل، نفسنا بس الاستثمار يعمل كده، احنا الصناعه عملت كده، الاستثمار احنا كلنا في انتظار قانون الاستثمار الجديد، ما طلعش لغايه دلوقتي بقاله سنين بيناقش، وهكذا يبقى في تدابير تعملها الحكومه، لازم في الحكومه، وهنا بقى انا بنادي الحكومه ان يبقى في يعني في كوردينيشن بين تنظيم ايوه تنظيم بين الوزارات المختلفه، بلاش كل وزاره في جزيره منعزله. يعني اللي عمله هيئه التنميه الصناعيه دي جميل في انه جمع كذا وزاره في ال 13 نقطه دي جمعهم كل، احنا عايزين نعمل الاستثمار يتعامل مع جهه واحده طلب وياخد طلب. المشكله انك تطلع رخصه مصنع مأساة، ابني خد مشاكل في المباني، لما تيجي تطلع رخصه كانت مأساة. النهارده الحياه تطبقت، وعلى فكره ما خدتش وقت
هذا القانون ما خدش وقت طويل في المجلس النواب واقر. ودي ده مجرد مثال على سبيل المثال مش الحظر. يا ريت بقى يتم كده في الاستثمار ويتم كده في كل المجالات بتاعتنا كده ممكن نتقابل. واحنا في انتظار استصدار او اعلان قانون الاستثمار بكل تاكيد طبعا. لا ما نقعدش بقى نشد ونقول لك ده الطوارئ وهتحصل وهيخلي ليه ابدا. ده بشكل ما اشكال تشكيك يا باشمهندس بالظبط. تشكيك دكتور خالد حضرتك اتكلمت على مساله حل مشكلات او سعي الحكومه ده بالمستمر ودي المطالبه لن تتوقف بكل تاكيد حل مشكلات المستثمر. شايف حضرتك اي التجارب في الدول العظمى والدول اللي خاضت مثل ظروفنا تقريبا يعني الى ان وصلت الى مستوى رقم الاقتصاد، اي التجارب افضل ان تطبق او ايه الجوانب اللي قد تكون منتقصه او غير منظوره الى الان اذا صح التعبير حتى يتم تطبيقها لتفعيل حركه الاستثمار وتنشيطها؟ بص حضرتك انا سالت السؤال ده كتير بالنسبه لان احنا ناخد تجربه معينه باينه من اي دوله ناجحه تطبقها في اي دوله ناجحه زي يقول لي خد تجربه الهند تجربه ناجحه ونطبقها في مصر. طيب دي معضله وفي اشكاليه في تنفيذ هذا الموضوع. ليه؟ لان النهارده ايديولوجيه الشعب الهندي على سبيل المثال تختلف غير ايديولوجيه الشعب المصري. صحيح. الشعب الهندي شعب يقدس العمل، الشعب الياباني والصيني يقدسوا العمل ممكن يشتغلوا 20 ساعه في اليوم بدون اجازات. الشعب المصري مشكلتنا كل سنه في العيد الاجازه 3 ايام ولا 4 ايام. لو ثلاث ايام تبقى مصيبه سودا. احنا هو في اربع ايام. ثلث ايام السنه اجازات. ثلث ايام البلد السنه اجازات رسميه. مع ان احنا الاحوج للعمل فعلا. اكيد يعني. فما ينفعش باخد تجربه بعينها من دوله معينه تم تطبيقها يتم تطبيقها في مصر ستفشل لان في ايديولوجيه العامل الصيني او الهندي غير ايديولوجيه العامل المصري. خطوات بعض الخطوات. ايه المشاكل اللي عندنا؟ انا اعتقد من وجهه نظري خلال الست اشهر اللي فاتوا الحكومه فعلا لمست سواء البنك المركزي كسياسه الاداريه او سواء وزاره الاستثمار والتعاون الدولي لمسوا بالفعل المشاكل اللي بتخص هذا القطاع واولا قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه والاستثمار وخلافه وابتدوا يدوا اجراءات تنفيذيه هامه جدا منها اهمها موضوع الولايه على الاراضي. وانا كنت لسه في ندوه كنت داعي المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنميه الصناعيه الاسبوع اللي فات عندنا في جمعيه مصريه لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه وقال ان قانون الولايه على الاراضي سينتقل لهيئه التنميه الصناعيه خلال فتره وجيزه جدا. قانون تبسيط الاجراءات تجميع كل 627 خطوه ولا 14 جهه في جهه واحده في هيئه التنميه الصناعيه تكون هي الوحيده المسؤوله عن اصدار التراخيص وخلافه. ده خلاص قدامه وعد خلال 30 40 يوم ان شاء الله يكون طالع. فكل دي اجراءات ناجزه تشجع الاستثمار. لكن اللي في دول ثانيه نجحت بالفعل. بالطبع بالتاكيد. وخلي بال حضرتك في دول كثيره فيها اجراءات امنيه استثنائيه تفوق صعوبه اجراءات قانون الطوارئ في مصر. لا معلش يا باشمهندس دكتور عايزين نعرف بقى الاجراءات دي لان مهمه جدا طبعا لان احنا طبعا كل ما هو له مساس او علاقه بامن قومي او امن وطن او مسيره ده لابد لا تفاوض ولا تفاوض فيه. فايه من وجهه نظرك ممكن تكون هناك مزيد من الاجراءات الحمايه ايضا والمضاعفه لحمايه الاقتصاد على التحديد؟ وحضرتك والباشمهندس اكدتوا ان كل ما يتعلق بقانون الطوارئ ومفرداته لا مساس له بالحياه الفرديه او الشخصيه. انا اقول لسيادتك انا عشت في امريكا فتره طويله في الولايات المتحده الامريكيه. القانون العادي اللي مخول للشرطه الامريكيه على سبيل المثال لو البوليس وقفك وطلب منك بطاقتك اول حاجه لك وريني بطاقتك لو شك انت تحط في ايدك في جيبك تطلع مسدس او سلاح يضربك بالنار فورا ولا حساب عليه. هل ده اصعب واقوى واغلظ ولا قانون الطوارئ بيطبق في مصر؟ طبعا ده ما حدش ده بيوزع روحك فورا ولا خلاف عليه ولا حد يلوم ان شاء الله. على فكره اتفق على مجرد بس شكه ان في جيبك في مسدس ده قتل وضرب واحد مشلول بالنشطه اللي بيحطه في جيبه طلع في الاخر بيطلعها بمحفظه مشلول مقعد. فده اصعب ولا قانون اللي بيطبق في مصر بتاع اكيد ده اصعب. فبالتالي احنا في مصر انا بقول يلزمنا بعض الاجراءات الامنيه اللي ممكن تؤثر ايجابيا على الاستثمار ولكن دي يجب ان تاتي في حينها على حسب الحاجه يعني او الحاجه ماشيه ازاي الظروف الامنيه ماشيه ازاي عشان لا نضيق على الشعب ولا نضيق على المصنعين والمستثمرين. او حتى طب مثلا باشمهندس لو اجراءات حمائيه تتخذ في المصانع انتم اصحاب الصناعة ورجال اعمال في المصانع في المناطق الصناعيه يعني هل ممكن اتخاذ او وضع منظومة إلزامية يعني إذا كان ينفع التعبير ده أو ما ينفعش يعني منظومة معينة تضبط العمل الصناعي والعمل الاقتصادي في مصر بشكل عام أمنياً أمنياً أمنياً. أنا بتكلم لأن إحنا في إطار ما يتخذ من إجراءات
لتأمين مسيرة اقتصادية لا تراجع فيها يعني بأي حال من الأحوال. هو الحقيقة بالنسبة للصناعة يعني هو الهيئة الصناعية بدأ في جماعة اسمها المطورين الصناعيين بياخدوا منطقة يهتم بها من كل الاتجاه، حتى في بعض المناطق جميلة جدا عم زي تكون قرية سياحية تلاقيها عليها سور وحاجة جميلة جدا والأمن فيها، وهم بيتولوا كثير من الإجراءات الخاصة بهذه المصانع. ده مثال، وده على فكرة مطبق وبيشرف عليه عمل مثلا فعلا ده بدأ وبيشرف عليها التنمية الصناعية، وبتلاقي المصانع هناك جميلة جدا يعني منظر حضاري جميل جدا وبيطبق، وتلاقي في أمان طبعا لأن هذه الشركة المطورة بتتولى موضوع الأمن وحواليها سور للمصانع دي كلها. ده احد عدد المظاهر احد المظاهر بتقول بها التنميه الصناعيه الحقيقه. ده انا حاجه بس في حاجه تم تطبيقها في دبي من حوالي 4-5 شهور، بصمه الوجه لاي حد مطلوب من العداله يقدروا من خلال التكنولوجيا معانا والكاميرات المراقبه اللي في كل الموجودين يعرفوا يتتبعوا المجرم او الارهابي المطلوب ببصمه الوجه في الناديين ولا في المناطق الكليه المجمعين دول داخلين على قريه ادويه في كاميرات يقدروا بالكاميرا دي لو مر لو في كاميرا فوق اشاره المرور ومر من قدامها يقدروا ببصمه الوجه يعرفوا مكانه ويحددوا مكانه. دي تكنولوجيا هتتكلف ايه؟ 100-200-300 مليون دولار في ستيل داي عفوا. انت هتوفر لك انت لما تعلم ان مصر زي علامه دبي. انا شفت الفيديو بتاعها بالفعل حقيقه ارهابي جابوه في 2:15 ما جابوش العيال عفوا راح من العالميه كلها وكل المؤسسات هو مجرم يعني سرق سياره وبيدور عليه جابوه في 2:15 بصمه الوجه مكانه فين تحديدا. هتتكلف ايه؟ 200-300 مليون دولار. ده هتحمي هل ممكن اتصور ان مثل هذا الاجراء قد يمكن تطبيقه مثلا في قطاعات اقتصاديه في رابطه رجال الاعمال تبدا التجربه من خلال رجال الاعمال في القطاعات الاقتصاديه؟ لا ما تحبش رجال الاعمال كل حاجه دي حاجه في حاجه لمصانعها لمناطقها. لا التكنولوجيا لابد ان تكون تحت سيطره الدوله عموما، لابد ان تكون تحت سيطره الدوله والحكومه وزاره الداخليه تحديدا، مش اي حد يقدر يوصل لكده، لابد ان تكون تحت سيطره وزاره الداخليه. ولكنها تكنولوجيا حديثه يجي ايه المانع احنا نجيب الشركات اللي عملوا الكلام ده في دبي ونطبقها في مصر؟ حاجه تساعدك في الاستثمار والحفاظ على الاستثمار والصفر. الحاجه الثانيه ان احب انوه عليها بس ان هناك تجاوب تام بين وتناغم تام ملموس خلال الكام شهر اللي فاتوا بين وزاره الاستثمار وبين البنك المركزي المصري داخل المجموعه الاقتصاديه. انا وجهه نظري المتواضعه كان البنك كان الفتره الماضيه في المجموعه الاقتصاديه لم يكن هناك تناغم كامل بين البنك المركزي والاستثمار، البنك المركزي يتبع سياسه انكماشيه ووزاره الاستثمار عايزه سياسه توسعيه، فما كانش في توحيد للاليه اللي بيتم تنفيذها. في الوقت الحالي اعتقد البنك المركزي ووزاره الاستثمار بيتبعوا نفس الاليه، الحمد لله نتج عنها من احد اسباب هذا التناغم زياده الاحتياطي الاجنبي نخلية. في مصر النقدي الاجنبي وزياده الاستثمارات المطلوبه. بس انا ليا تعليق صغير يعني بطلب من الاخ العزيز الاستاذ محمد خضير رئيس هيئه الاستثمار، ان انا لا اريد رئيس الهيئه عام الاستثمار يطلع كل اسبوع او كل شهر في الجرايد يقول لي انا الشهر اللي فات ده كام شركه مساهمه تاسسوا. انا عايز حضرتك تطلع تقول لي السنه اللي فاتت كام شركه تاسسوا وما زالوا مستمرين في السوق. هو ده القياس النجاح عامله بقى ما زالت مستمره في السوق. الاستمراريه هو ده الاساس، هو اساس وقياس النجاح. مش من 3 اشهر اسسنا 300,000 شركه بقى منهم كام واحد شغال؟ هو ده معيار النجاح. طيب باشمهندس، مصر طبقت قانون الطوارئ على مدار عشرات السنين ومعدلات التنميه ارتفعت. الان نحن في تجربه واقعه بالفعل، فرنسا مطبقه لمثل هذا القانون من عده اشهر وتعتبر من احد اهم الدول السياحيه والصناعيه والمتقدمه بشكل عام. شايف حضرتك ايه اللي ممكن تتميز بيه هذه الدول او من الممكن ان يعاد تطبيقه ايضا في المرحله او في الفتره الحاليه لمصر حتى تنجح فكره حمايه الاقتصاد وضمان الاستثمار؟ هو شوف حضرتك لما تطبق قانون الطوارئ، هو كمان تطبق في فرنسا ما حدش يتكلم خالص. انت عارف لو كان احنا طبقنا قلنا في قانون طوارئ ثقافه فندم. بالظبط الدكتور الناس كلها تقول لك الله، انما نتيجه ان فرنسا طبقت طبقت 3 اشهر ومديتهم 3 تانيين واخد بال حضرتك. فهو احنا اوريدي يعني احنا اوريدي كان
زي ما اتقال من 2003 ل 2009 كان في قانون طوارئ كان موجود، كان يعني حسن الرئيس السابق الاسبق، وكان في استثمارات قويه جدا، وكان الاقتصاد معقول الى حد كبير. فاحنا عندنا امان قبل هذا، مش غير العمليات الارهابيه اللي هي متعمده ومن لها مؤامرات خارجيه وفيها حاجات زي كده. وبعدين اصبح هذا الواقع اللي حصل، الارهاب اللي حصل ده موجود في جميع الدول، حتى السويد ما كانش حد يتخيل ان يحصل فيها حاجه زي كده. حصل طال. فاصبح يعني عايز اقول ان احنا مش عجبا ان احنا نعمل قانون طوارئ وممكن يودوا 3 شهور تانيين، لان كل الدول امدت هذا القانون الطوارئ ده. وانا ارى ان ده تدعيم للاقتصاد ولان اللي يخاف منه زي ما قلت قبل كده هو الانسان مش كويس. لا، هو ما فيش خوف منه، هو يمكن عليه ربما هو ميراث مواد بشكل معين او معلومات تراكميه قديمه، لكن كمان بيزيدها او بيضعفها ربما المحاولين للعبث بامن مصر او الوعي دي يعني ما شفناهاش مع هذا النظام الجديد. يعني زوال الفجر والكلام ده كله مش لا 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 مش ما هو مع مين بقى؟ مع الغربيين، مع الغربيين، ودول يستحقوا مش الشان ده التنبيه بالظبط. فاحنا كده الدكتور خالد صدق، انا عايز اقول لسياده الاجراءات الارهابيه اللي بتتم او العمليات اللي بتتم في الوقت الحالي في مصر على الاخوه الاقباط وعلى الكنائس، من 2011 كان في عمليات ارهابيه بتتم ضد الجيش والشرطه وفي الميادين العامه وفي المصالح الحكوميه وفي المصانع وخطوط الغاز، كل حته شعب، كل الكنائس والمساجد وخلافه. جميل. النهارده بسبب الاجراءات الامنيه والثبات الامني اللي في مصر، لن يجد هؤلاء الجماعات الارهابيه الا في خيط واحد بس اللي باقي، وهو تدمير النسيج الوطني بين المسلم والمسيح. فبالتالي توقفت كل العمليات في كل الجهات، ولم يتبقى امامهم الا تفتيت النسيج الوطني بين المسلم والمسيح. دكتور خالد برضو قال المجتمع المدني له دور. احنا مش بنتكلم تحديدا على اجراءات الطوارئ، الاجراءات الحمائيه او قانون الطوارئ او كده، احنا عايزين نتكلم على حمايه التنميه، حمايه الاقتصاد، حمايه المسيره بشكل عام. شايف حضرتك ايه الدور اللي لابد ان يقوم به المجتمع المدني، تقوم به مختلف وسائل الاعلام، الجهات المعنيه كلها بدفع عجله الاستثمار مع ضمان وجود مثل هذه القوانين والاجراءات الحمائيه ونجاحها في التطبيق؟ دور ممكن يفعل ايه؟ دور الجمعيات الاهليه ودور المواطن المصري عموما في العام والاشمل اهم جدا، ولا يقل اي اهميه عن دور الجهات التنفيذيه والامنيه. معظم العمليات اللي بيوصل لها الجهات الامنيه بيكون ببلاغ من مواطن مصري، بكل بلاغ من طبعا لا يقل ابدا من مجهود الاجهزه الامنيه. يعني في عمليه كتير بيبقى في واحد شاكك في حاجه بيرفع السماعه يتصل يوصل لمعلومه ويبلغ معلومه معينه. صحيح. لابد من التركيز على تثقيف المواطن المصري بدوره الوطني. انا مش بس ان انا اشوف فيه مش اطلع استخبى بيتي خليني في حالي. لابد من تثقيف، عمل حملات دعائيه وعمليات تثقيفيه وده دور وزاره الاعلام ودور الاعلام الهادف، اللي احنا لابد ان يكون الفتره اللي جايه الاعلام يتجه اتجاهات ثانيه خالص. لا اقلل ابدا من الاعلام المصري سواء الخاص او العام، ولكن سياسه الدوله واحتياجات الدوله تتطلب توحيد النسيج الاعلامي زي توحيد النسيج الوطني بين المسلم والقبطي في مصر. تتطلب هذا الموضوع. فسياسه الدوله اهم، احتياجات الدوله مترابطه اهم من اي شيء اخر. طب ده الدور في التوعيه وده الدور في الامن. هو الدور في التوعيه برضه مش بس ناحيه اقتصاديه، انا بقول كمواطن كشعب احنا كلنا في انتظار على امل وترقب تام لانتظار النتائج للاصلاحات الاقتصاديه وكل الفترات السابقه. انا اللي انا ارجوه ان كل مواطن يقوم بدوره، طلوع الناس كلها تنتقد غيرها وهي ما تعملش دورها، ويكون هناك ثقه، بلاش جلد الذات. يعني يقول لك الصناعه، لا صناعه سيئه جدا، ما رايح يشتري ربما حاجه مصريه هو ما يعرفش انها مصريه وشايف انها مستورده، وده بيحدث كثيرا. انتاج كثير من مصانعنا يتقطع الكيس من كذا ويتحط عليه كيس ان هو ده مستورد. طب انا بقطع حضرتك برضه في دي النقطه دي. احنا عندنا، انا بعرف سن المشاهدين، منتج مصري مظبوط يتجاوز معدلات ومعايير المنتج الدولي او مستورد؟ تمام. انا هتكلم في المجال بتاعنا في مصر. احنا معايا وقت ده عشان معلش اتفضل. احنا في حد المجال اللي انا شغال فيه اللي هو الصناعات المغذيه للسيارات. احنا عندنا بعض الصناعات المغذيه للسيارات اللي هي قطع غيار السيارات، او يعني بلاش نقول قطع غيار لانها بتتحط في الجزء الاصلي. عندنا بعض مصانع من هذه تورد لشركات المانيه او ام، يعني منتج اصلي يتركب في السياره اللي بتصنع.
فهذا في اكتر ودي اكتر من شركه، ورغم ان احنا عندنا صناعه ضخمه جدا ومهمه وكنا كثير من مستوى شركات على فكره في الصناعات الاخرى صناعه البوتاجازات والثلاجات والاجهزه المنزليه صناعه رائعه، ورغم ذلك تلاقي المستورد واحد يقول لك روح اشتري عقدة الخواجه او الثقافه بتاعتك ثقافه الشعب بقى يقف مع المنتج المصري، دي من الوطنيه. وانا اقول له انا بقول له اوعى تاخد منتج مش جيد، خد منتج جيد ولو عندك مشكله تعال لنا في غرفه الصناعات الهندسيه وقول لنا لقيت منتج فيه كذا كذا كذا. انما للاسف رغم ان في منتجات مصريه على مستوى عالي جدا من الجوده، انما تلاقي الشخص نفسه بقى ثقافه الشعب تتغير. احنا كشعب الحقيقه لما بنتزنق بنبقى كويسين جدا. هي الحمله لابد انها تكون كامله متكامله، مواجهه ارهاب، مواجهه فكر، مواجهه كل سلبيات المجتمع بشكل عام. عشان وقت البرنامج الحقيقه الحديث مهم جدا وشيق وفي نقاط كثيره نحتاج انها تعرف عليها، لكن وقت البرنامج هو جافي علينا. في نهايه حلقه النهارده بشكر الدكتور خالد نجاتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيره والمتوسطه، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. ومهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفه الصناعات الهندسيه، شكرا لحضرتك برضه يا باشمهندس، شرفتونا يا فندم. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق والسداد الاقتصادي المصري ان شاء الله، رجال الاعمال ونجاح المنظومه باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا كرام، وصلنا لحلقه اليوم برنامج اوراق اقتصاديه، الى لقاء في الاسبوع القادم اوراق اقتصاديه جديده.